موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم من جديد. وزير الصحة فوزي مهدي يكشف اليوم أن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش وأسرة الأكسجين بالمستشفيات العمومية بلغت على التوالي 92% و85% جراء ارتفاع الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا. قال فوزي مهدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ارتفاع عدد الحالات الخطيرة للمصابين بكوفيد خلق ضغطا عاليا على مستوى أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية رغم الترفيع فيها إلى أكثر من 360 سريرا. وزارة الصحة تعلن أنه تقرر تخفيض في سعر تحليل التقصي عن فيروس كورونا بطريقة PCR من 209 دينار إلى 170 دينارا شاملا الضريبة. ودعت الوزارة الموردين والبيولوجيين إلى تطبيق هذا القرار ابتداء من نشر هذا البلاغ. وأعلنت وزارة الصحة أن ذلك يأتي في إطار التفاعل مع ديناميكية تسعيرة تشخيص كوفيد في الأسواق العالمية والمحلية وبالتشاور مع النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة. العدد الإجمالي للمسجلين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا تبلغ في اليوم 41 من الحملة 1,252,105، فيما بلغ إجمالي عدد التلقيح 279,890، وإجمالي الملقحين بالجرعة الثانية 54,056. يعلم إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان أن الماء سينقطع على بعض المناطق من ولاية القيروان مدة قد تصل إلى يومين جراء عطب مفاجئ على قنوات التزويد، لذا دعت الحرفاء إلى أخذ الاحتياط اللازمة في المناطق التالية: القيروان المدينة، أولاد زاير، الباطن، الحفية، عين غراب، ذراع التمار، حفوز المنطقة العليا، المتبسطة، النبش، أولاد نهار، الشريشيرة، الشبكة، العوامرية والمريحية. المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعلن تنظيم الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 29 من ماي إلى 29 من جوان القادمين بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي. ودعت الهيئة المديرة للمعرض التي يرأسها الباحث والإعلامي محمد المي الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة للتسجيل على البريد الإلكتروني للمعرض، وحددت يوم 9 من ماي القادم كآخر أجل لتلقي طلبات المشاركة. ختاما، مصادر مطلعة تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إصدار قرار يطالب شركات التبغ بخفض نسبة النيكوتين في جميع السجائر المباعة في الولايات المتحدة إلى مستويات تجعلها غير مسببة للإدمان، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد القرار النهائي بشأن حظر سجائر المناثول. نهاية الموجز، قدمته لكم سمية حمدي، إلى اللقاء. موجز الأخبار على الحياة فام.